ديسيرو اتش سي، اول قطار مصري في مشروع القطار السريع. تعالوا نتعرف على مواصفاته. من كام يوم خرج للنور اول قطار اقليمي ضمن مشروع القطار السريع. في الحقيقه ديسيرو هي عيله كبيره لعدد كبير من القطارات الاقليميه، واللي تقدمتها شركه سيمنز العالميه، منها الكلاسيكي ومنها اللي بيشتغل بالديزل ومنها احدث طراز وهو ديسيرو هاي كاباسيتي، واللي بيشتغل بالطاقه الكهربائيه، واللي اشتغل في دول اوروبيه كتير، واللي قريب هنشوفه في مصر. خلينا نبدأ بمواصفات القطار الإقليمي ديسيرو اتش سي، واللي بتبدأ من تكوين القطار، وهو عبارة عن 6 عربيات ومسموح بزيادتها العربية الأولى فيها كابينة القيادة ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكمان مقاعد للركاب، ومكونة من دور واحد بس. أما العربية الأخيرة فيها برضو كابينة القيادة الخلفية والمعدات والأجهزة الخاصة بالجر وكمان مقاعد للركاب، لكن بدورين على عكس العربية الأولى. أما عربيات الركاب بدورين. القطار موجود فيه أنظمة تكييف وتدفئة وخدمة الواي فاي وكمان شاشات حديثة لعرض تفاصيل الرحلة والموعد ودرجات الحرارة. كمان موجود فيه كل وسائل الأمان المتعارف عليها. الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد والمكون من 8 عربيات، يعني حوالي 3 أضعاف 8 عربيات من الدرجة الأولى من اللي موجودين في السكة الحديد دلوقتي. وعلى الرغم من الطاقة الاستيعابية إلى أنه مساحة القطار من الداخل كبيرة، ده غير دورات المياه اللي على أعلى مستوى. سرعة القطار 160 كيلومتر في الساعة، وده لأنه قطار إقليمي، بمعنى أصح بيقف بالمحافظات والمراكز. كمان عندنا قطار فيلارو، واللي هيكون القطار الأسرع بسرعة 230 كيلومتر في الساعة، وهيقف في المحافظات وبس. كمان عندنا جرار فيكترون، واللي هيكون مخصص لسحب قطارات البضائع، واللي سرعته بتوصل ل 120 كيلومتر في الساعة. مشروع القطار الكهربائي السريع هو مشروع جديد هيتكون من 3 خطوط لقطار السكة الحديد فائق السرعة، وهيكون لنقل الأفراد والبضائع بإجمالي طول حوالي 2000 كيلومتر، وكل ده هيكون من تنفيذ شركة سيمنز الألمانية والمقاولون العرب وأوراسكو، واللي هيكونوا مسؤولين على تنفيذ كل الأعمال في المشروع من صناعة توريد وتحكم في القطارات. وكمان ورشة الصيانة وتركيب المعدات والمهام دي هتنصب لشركة سيمنز. أما عن شركة المقاولون العرب وأوراسكو، هيكون دورهم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، وكمان هيكون من دورهم إنشاء محطات الركاب والأسوار، وهيكون مكون من 3 خطوط. الخط الأول وهو الخط الأخضر، وده هيربط بين العين السخنة ومرسى مطروح وطوله 660 كيلومتر، والخط الثاني هو الخط الأزرق وهيربط بين مدينة 6 أكتوبر وأبو سمبل وطوله 1100 كيلومتر، والخط الثالث وده الخط الأحمر وهيربط مدينة قنا بمدينة الغردقة وسفاجة وده طوله 225 كيلومتر. أما عن المميزات فحدث ولا حرج. أولاً لأن منظومة القطار الكهربائي السريع صديقة للبيئة، يعني هتبقى واحدة من وسائل النقل الأخضر المستدامة في مصر وهتغطي الجمهورية كلها، ده غير أنه هيخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة وهيساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نص الوقت. وبكده نكون وفرنا لكم كل المعلومات اللي ممكن تحتاجوها عن مشروع القطار الكهربائي السريع. استنونا في فيديو جديد وإنجاز جديد في بلدنا.